السلام عليكم. المرة اللي فاتت كنا ابتدينا في الجزء الثاني من chapter 3، اتكلمنا فيه على ال context free grammars. قلنا ان في نوع من الجرامر ممكن يكون ambiguous grammar. ال ambiguous grammar ده بيسمح ان for some string يطلع لي more than one parse tree. وال example اللي اخذناه المرة اللي فاتت كان بيتكلم على arithmetic grammar، بيعتمد على مجموعة من الـ operators، وابتديت ان انا اديك اي string ونشوفها ايه الـ output اللي هيطلع من الـ parse tree او الـ syntax tree. عشان نحل الـ problem ده ابتدينا نتعامل مع حاجتين، بنتعامل مع الـ associativity والـ precedence of operators، وعرفنا مع بعض الـ ambiguous grammar اللي هو الـ grammar اللي ممكن يطلع لي two different parse trees for the same string. عشان نحل الـ problem تعاملنا مع الـ precedence and associativity. الـ precedence of operators عشان أتعامل معاها أو أعمل correction للـ grammar، فقلت إن أنا هبتدي أقسم الـ operators إلى groups، وأبتدي أحط grammar rule لكل group من الـ groups دي. كل group فيها الـ operators اللي ليها نفس الـ precedence، وأنا بختار الـ groups دي أحاول أخلي الـ operators اللي ليها lower precedence تبقى أقرب للروت نود أو الـ start symbol of the grammar وأنا برسم الـ tree، والـ operators اللي ليها higher precedence بتبقى أبعد من الروت نود. دي معناها إنها هتتنفذ الأول. ده بالنسبة للـ precedence of operators. بالنسبة للـ associativity زي ما اتفقنا إن ما ينفعش يبقى الـ recursion of the rule في الرول موجودة in both sides، لازم عشان أتعامل مع مثلا left associative operator يبقى لازم تكون الرول left recursive، عشان أتعامل مع right associative operator لازم الرول تكون right recursive. فده كان الشكل النهائي للجرامر بعد الكوركشن، بعد ما عملنا removal للambiguity في حالة الـ BNF rules في الـ arithmetic expression. ده كان شكل الـ arithmetic grammar بعد الـ correction. نلاحظ إن أنا قسمت هنا الـ operators، كان عندي الـ plus والـ minus والـ multiply. الـ plus والـ minus حطيتهم في rule بتديفاين الـ additive operator، الـ multiply موجود في rule تانية to define multiplicative operator، وقلنا ممكن أوي يبقى عندي هنا في division، يبقى معنى كده إن الـ multiply والـ division كان هيبقوا مع بعض. الـ additive operator موجودة في الرول اللي بتديفاين الاكسبريشن اللي هو الـ start symbol of the grammar، معنى كده إن الـ additive operator هتبقى أقرب للروت نود، يبقى هي الـ lower precedence عن الـ multiply. الرول الأولانية فيها الترم، الترم ده هو الـ base case of the expression، هو ده اللي هيديفاين الـ multiplicative operator. الـ multiplicative operator ليها higher precedence than الـ additive operator، هتبقى موجودة أبعد للروت نود من الـ plus والـ minus. بالنسبة للأسوشيتيفيتي لازم عشان أتعامل معاها أي رول يبقى ريكيرشن أون وان سايد. فمثلا هنا أنا عايزة أخلي الإكسبريشن بيعرف الأديتيف أوبريتور على إنه ليفت أسوشيتيف، يبقى لازم الرول تبقى ليفت ريكيرسيف. إذا كان هو هنا بيديفاين إكسبريشن يبقى في هنا برضو إكسبريشن تو ذا ليفت، يبقى في ريكيرشن تو ذا ليفت، وبستبدل اللي موجود تو ذا رايت بالبيز كيس، يبقى إكسبريشن أد أوب تيرم أور تيرم عشان اخلي الريكيرشن بس تو ذا ليفت. يبقى الليفت ريكيرسيف رول بتخلي الاوبريتور ده ليفت اسوشيتيف. نفس الكلام في المالتيبليكيتيف اوبريتور، خليت الريكيرشن موجود تو ذا ليفت واللي موجود تو ذا رايت هو البيز كيس، يبقى معنى كده ان هو دي ليفت ريكيرسيف رول فهي ليفت اسوشيتيف. ده كان اخر حاجه وقفنا عليها المره اللي فاتت. لو في حد عايز يسال في الجزء ده قبل ما نكمل الشابتر، في حد عنده اي اسئله في الجزء الاولاني؟ الصوت مسموع يا باشمهندسين؟ تمام مسموع. هناخد another grammar واللي هو ال if statement grammar. Consider the grammar of if statement. عرف ال statement is defined as if statement or other. ال if statement is defined as يا إما if expression statement or if expression statement else statement والexpression 0 or 1. هنجرب كده ناخد some string ونحاول نرسم له parse tree. هتلاقي ان الجرامر بتاعك ده هيطلع ambiguous نتيجة وجود الـ optional else. ليه؟ لأن أنا عندي هنا في two definition للـ if statement، ممكن without else أو with else. فوجود الـ optional else statement هو ده اللي بيخلي الجرامر ده ambiguous. الأول نشوف يقول لي prove that this grammar is ambiguous. هاخد أي string وليكن مثلا if 0 if 1
other else other. وبيقول لي draw the parse tree of this string. هبتدي اخد ال وانا برسم parse tree لازم يكون قدامي الجرامر وانا برسم parse tree. ببتدي من اول start symbol of the grammar اللي هو كلمة statement. انا بختار if statement، يبقى هختار definition ان ال statement is defined as if statement. يبقى ال statement is defined as if statement. ال if statement ليها two definition، واحد without else واحد with else. في واحد فيكم هيجي يرسم التري هيقول لي لا انا هاخد الديفينيشن اللي فيه الالس، يبقى اقول له هنا اف ستيتمنت هي اف ليفت براكت اكسبريشن رايت براكت ستيتمنت الس ستيتمنت. اكمل التري الاكسبريشن از ديفايند از زيرو، هريبليس الستيتمنت هنا عايزه اعمل لها اكسبانشن بس بشرط ان انا اوصل للسترنج اللي في النص ده اللي هو اف وان اذر، يبقى هعرف الستيتمنت على انها if statement والif statement هاخد فيها definition اللي هي if left bracket expression right bracket statement، هاخد definition اللي هو without else. expression is defined as one statement is defined as other. لو كملت هنا ال statement other يبقى انا كده جبت ال string if zero if one other else other. لو بصينا كده في ال 3D هتلاقي ال 3D هو عمل ايه؟ هو خلى ال else associated with the first if statement. في الجرامر ده خلى ان الالس مرتبطه باول اف ستيتمنت موجوده في السترنج بتاعي. في واحد تاني عايز يرسم البارس تري قال لا ده انا هاخد الديفينيشن بطريقه تانيه، هرسم التري بطريقه تانيه وانا برسم ستارتنج من الستيتمنت هريبليس بالاف ستيتمنت هاخد الديفينيشن اوف اف ستيتمنت اللي هي without else. يبقى اف ليفت براكت اكسبريشن رايت براكت ستيتمنت هاخدها من غير else والاكسبريشن 0 وارجع افك الستيتمنت هنا على انها اف ستيتمنت اف ستيتمنت اف اكسبريشن ستيتمنت else ستيتمنت اكسبريشن 1 ستيتمنت other ستيتمنت other. في الحاله دي هو عمل ايه؟ هو جاب نفس السترنج اللي هو اف 0 اف 1 other else other، لكن في الحاله الثانيه هو خلى الالس تبقى associated with the second if statement. يا ترى مين فيهم اللي correct؟ هو هنا عنده two different parse tree عملوا generation لنفس السترينج. الكيس التانية خلت الالس associated with the first with the second if. ال tree الأولانية كانت بتخلي الالس associated with the first if. الحقيقة إن السكند interpretation هي اللي correct. ليه؟ لأن أنا بخلي الالس تبقى أقرب تبقى associated with the nearest if statement. دي اللي بنسميها ال most closely nested rule. يبقى المفروض إن الكوركت tree اللي بتخلي ال else connected with the nearest if statement، يبقى هي أقرب if statement منها هي التانية، وبالتالي ال correct parse tree هي اللي هتخلي ال else associated with the nearest if. ال problem اللي هو ممكن بالنسبة لل if statement due to optional ال else يحصل فيه error بنسميه هذا dangling else problem. الحل بتاعها إن أنا أخلي ال else تبقى associated with the nearest if statement. يبقى معنى كده ان ال correct parse tree هي اللي هتخلي ال else connected او associated with the second if statement. معنى كده ان second parse tree هي اللي correct، هي دي بتحقق لي the most closely nested rule. بس انا دلوقتي اتفقنا المره اللي فاتت يا اما بحط disambiguating rule تختار لي ال correct parse tree او اعمل correction للجرامر to generate one parse tree only، بحيث ان هو يطلع لي من الاول بعمل forcing ليه البارسر ان هو يجنريت اونلي وان بارس تري. يبقى ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اعمل سوليوشن للدانجلينج الس امبيجيتي في البي ان اف نوتيشن بس بشرط ان هو يعمل ايه؟ يخلي اونلي وان رول از كونكتد. كل اللي هيعمله ايه؟ انه هيخلي دايما قبل الالس يكون في حاجه اسمها ماتشد ستيتمنت بحيث ان هو يعمل ماتشنج للالس as soon as possible. else part to be matched as soon as possible. فده السوليوشن بتاعنا. هيقول لي ان الستيتمنت could be matched statement or unmatched statement. الماتشد ستيتمنت هي عباره عن if expression matched statement else matched statement or other. الunmatched هي اللي هيكون فيها two choices يا اما if expression statement or if expression matched statement else unmatched والexpression 0 or 1. دايما اللي بيجي قبل الالس هو matched statement كده بيعمل forcing للالس part to be matched as soon as possible. لو رسمت parse tree with a new grammar after correction لازم هيطلع لك only one parse tree لأي string given in this language.
يبقى this works by permitting only a matched statement to come before an else in an if statement, وبالتالي بتعمل forcing for all else parts to be matched as soon as possible. لو جربنا كده مع بعض نرسم التري لنفس السترينج، هتلاقي ان هو مهما حاولت تغير الترتيب عشان توصل لنفس السترينج ده، مفيش غير one tree بس اللي ممكن ترسمها. هترسم هنا الchoices بتاعتك هتكون ان الstatement هي unmatched statement، دي اول choice. الunmatched هي if left bracket expression right bracket statement، وهاخد الexpression is defined as zero. بعد كده هعرف replace the statement with matched statement، والmatched statement هي اللي هاخد فيها definition of else. If left bracket expression right bracket matched statement else matched الexpression one الmatched other والmatched other. كده انا جبت الstring if zero if one other else other. لو حاولت تبتدي من الاول باي ترتيب تاني، يعني مثلا في واحد قال لي لا انا هجرب اخلي من الاول من الستيتمنت اخليها ماتشد، لا يمكن هيوصل للسترينج بتاعه، او لو وصل باي ترتيب في النص هنا وغير التشويسز مش ممكن هيوصل للسترينج بتاعنا ده. معنى كده ان الجرامر اللي انت بعد الكوركشن بيعمل فورسنج تو جنريت اونلي وان بارس تري، يبقى الجرامر ده از ان امبيجوس، وهو هنا فعلا بيأسوشيت الالس بارت تو ذا سكند اف ستيتمنت، يبقى حل البروبلم بتاعه الدانجلينج الس بروبلم. اللي حابب يحب يسأل لو سمحتوا، اللي عنده أي أسئلة. باشمهندسين عبد المجيد. عبد المجيد اوكي تمام. تمام طيب، يبقى احنا دلوقتي كل اللي أخدناه في الجزء دوت إن أنا عرفت الامبيجوس جرامر، وقلت ان هو لو اداني جرامر وقال لي prove that this grammar is ambiguous، هبتدي اشوف assume some string وارسم البارس تري او السنتكس تري. لو طلعت more than one parse tree او more than syntax tree هبتدي اقول الجرامر ده ambiguous وcorrect الجرامر بتاعي. هناخد دلوقتي نبتدي في حاجه تانية خالص اللي هي another notation لل BNF notation غير الجرامر غير ال BNF، اسمها extended BNF notation. الـ BNF notation كانت اختصار Backus Null Form، دي كانت طريقة كتابة الجرامر بتاعنا في صورة مجموعة من الرولز. أنا عايز أزود دلوقتي أو أعمل extension للـ BNF notation، أعمل لها extension بحيث إنها تقدر تتعامل مع الـ repetition والـ optional construct. الـ BNF لوحدها ما بتقدرش تتعامل أو ما أقدرش أعمل فيها expressing لأي repetition. لو فاكرين احنا في regular expression كان ممكن define الـ A repetitive expression يكون فيه recursion يكون فيه اللي هو ايه الـ one or more repetition. وبالنسبة للـ optional construct برضو لوحده في الـ BNF ما اقدرش اعمل لها definition، لكن انا ممكن اعمل extension للـ BNF notation وdefine طريقة تانية اسمها او طريقة notation تانية اسمها extended BNF or eBNF. الحقيقة ان الـ extended BNF or الـ eBNF هي دي اللي بتثبت فيها الـ repetition والـ optional construct. notation تانية لكتابة الـ grammar rules باستخدام الـ eBNF بتعرف لي two constructs جديدة اللي هي الـ repetition والـ optional construct. لما برسم او بكتب الـ grammar باستخدام الـ eBNF بيطلب مني ارسم حاجة اسمها syntax diagrams. خدوا بالكم احنا متفقين مع بعض من الاول ان البارسر بيجنريت البارس تري والسنتكس تري، دي حاجه. لكن لو انا عملت ريبريزنتيشن للجرامر باستخدام الاكستندد بي ان اف، فبيطلب مني ان انا ارسم حاجه ثانيه كمان اسمها سنتكس دايجرامز، بتشرح لي الرولز اللي بتديفاين الجرامر رولز دي شكلها ايه. فانا عندي في حاجه ثانيه غير السنتكس تري اسمها سنتكس دايجرامز هناخدها دلوقتي، اللي هي بستخدمها لو انا عندي الجرامر مكتوب باستخدام الاي بي ان اف. ليه انا هعرف two notations أو two different notations للـ grammar rules؟ يعني عندي دلوقتي يا إما grammar يبقى represented بالـ BNF notation أو الـ grammar represented بالـ extended BNF notation. في إحنا اتفقنا عشان أكمل البارسر، فأنا غير الـ grammar لازم يبقى عندي parsing algorithm. الحقيقة إن في some parsing algorithms بتحتاج الـ eBNF عشان تقدر تعمل implementation للـ parser. وفي بعض الـ grammars بعض الـ parsers بتستخدم مباشرة الـ BNF. فاحنا ان شاء الله في شابتر 4 هناخد تو تايبس من البارسر. البارسر مثلا اسمه ريكيرسيف ديسنت بارسر، ده علشان اقدر اكتب الكود بتاعه لازم يكون الجرامر ريبريزنتد باستخدام الاي بي ان اف.
في جرامر تاني اسمه LL1 بارسر، في بارسر تاني LL1 بارسر بيستخدم البي ان اف نوتيشن مباشرة. فاحنا هنتعرف في الشابتر ده على two different methods to write the grammar rules، سواء كانت بي ان اف او extended بي ان اف. بعد كده لما ادخل في الشابتر بتاع البارسر على حسب نوع البارسر هختار طريقة كتابة grammar rules اللي انا محتاجاه. الحقيقة ان الاي بي ان اف هتكتب لي مجموعة من الجرامر رولز، لكن هتزود فيها بس الريبيتيشن والاوبشنال كونستراكت. نشوف شكل الاستخدام الاي بي ان اف هنعمل فيه ايه. الحقيقة ان هو بيتعامل مع الريبيتيشن وبيتعامل مع الاوبشنال كونستراكت. اول حاجة هناخدها الريبيتيشن. الريبيتيشن بتبقى expressed by recursion in grammar rules، معنى كده ان هو عايز يديفاين some grammar rules with recursion. ده ازاي احط لها النوتيشن باستخدام الاي بي ان اف. الاي بي ان اف بيستخدم curly brackets to express repetition. الاي بي ان اف use curly brackets to express repetition. طب تعالوا نشوف التو كيسز المختلفين عندنا، لو الرول كان فيها left recursion او الرول كان فيها right recursion. نمسك واحده واحده. اول رول، لو اول كيس لو كانت الرول بتاعتنا left recursive، لو الـ general form for any left recursive rule بتقول لي إن الـ A is defined as A alpha or beta، ده الـ general form for any left recursive rule. طب الـ left recursion ده هنا بيعمل إيه؟ في كل مرة بيشيل الـ non-terminal اللي اسمه A وبيحط مكانه A alpha، كل مرة يشيل A ويحط مكانه A alpha، يفضل يدخل في loop لغاية لما في مرة بيشيل الـ A ويحط مكانه الـ base case اللي اسمها beta. معنى كده إن الجزء اللي بيتكرر في كل مرة كانت مين؟ alpha. يبقى كأن الرول دي اتحولت إلى إيه؟ بيتا ألفا repeated many times. بس أنا عندي في طريقة كنت بعرف بيها الريبيتيشن zero or more times، فأنا ممكن أكتب نفس الرول اللي هي بتاعت left recursion بس as an unrecursive rule. أكتبها إزاي؟ أقول له إن الـ A is defined as beta alpha repeated zero or more times، وأستخدم الأوبريتور star اللي أنا كنت بستخدمه في حالة الـ regular expression. فأقول له إن الرول دي اللي هي A is defined as A alpha or beta هي نفسها equivalently A is defined as beta alpha star. جت منين دي؟ لأن مسكت هنا الجزء اللي فيه recursion، قلت الـ A is defined as A alpha، كل مرة هشيل الـ A وأحط مكانها A alpha، يبقى اللي بتتكرر في كل مرة هي alpha، لغاية لما في مرة أشيل الـ A وأحط مكانها beta، يبقى كأن عندي beta alpha repeated many times. فلو انا استخدمت الاوبريتور ستار على انه بيديفاين الريبيتيشن، فهقول له ان الـ A is defined as beta alpha star، دي الليفت ريكيرسيف رول. بس انا مش allow لان انا استخدم الستار اوبريتور في حاله الجرامر، امال استخدم ايه؟ ده الاي بي ان اف نوتيشن بتستخدم الكيرلي براكتس. معنى كده ان الايكويفالنت للرول اللي هي بالبلاك دي، الايكويفالنت ليها هي الرول A is defined as beta followed by alpha between two curly brackets، دي الـ left recursive rule. يبقى في حالة الـ left recursion الـ EBNF rule بتتكتب كده A is defined as beta followed by alpha between two curly brackets. طب تعالوا ناخد الـ right recursive rule. الـ right recursive rule الـ general form بتاعها اللي هي مكتوبة هنا بالبلو، الـ general form بتاعها A is defined as alpha A or beta. زي ما عملنا في الـ rule الأولانية، ناخد الرايت ريكيرشن بقول انا في كل مره بشيل الاي واحط مكانها الفا اي، كل مره اشيل الاي واحط مكانها الفا اي، يبقى مين اللي بتبقى ريبيتد؟ الفا، لغايه لما في مره اشيل الاي واحط مكانها بيتا، يبقى كانها بقت ايه؟ الفا ستار بيتا. يبقى الايكويفالنت ليها النون ريكيرسيف فورم ان الاي از ديفايند از الفا ستار بيتا. بس انا عندي الستار اوبريتور ده not allowed في حالة الـ EBNF، أما الـ allowed إيه؟ إن أنا أكتب الجزء repeated between curly bracket، يبقى الـ equivalent له هيبقى A is defined as alpha between curly bracket followed by beta the right recursive form. يبقى الـ repetition in EBNF notation على طول لو عندي left recursive rule أدي الـ A is defined as A alpha or beta، هحولها مباشرة إلى A is defined as beta followed by alpha between two curly brackets. في حالة الـ right recursive rule ده الـ general form بتاعها A is defined as alpha A or beta، هتتحول مباشرة إلى alpha between curly bracket followed by beta. واضح يا جماعة؟ عشان هناخد example على الكلام ده. إبراهيم اتفضل.
الألفا دي عبارة عن إيه؟ على حسب السترينج بتاعك. الفا ايه الفا؟ يبقى في جزء هنا هيبقى ريبيتد، هو ده اللي موجود في السترينج في الرول، على حسب الرول. هناخد اكزامبل على الكلام ده، انت بتحدد الالفا بتاعتك مقابله لايه. انا حطيت الجنرال فورم وعايز اوصل لشكل الرول الايكويفالنت في الاي بي ان اف. طب لو اديتك بقى اي جرامر هتشوف شكل الرول شكلها ايه، وانت اللي تحدد قيمه الفا ايه هي. تمام. اوكي يا ابراهيم، حد عايز يسال لغايه دلوقتي؟ نكمل. يبقى اتفقنا ان الريبيتيشن في حاله الاي بي ان اف لو عندي الجنرال فورم في اللفت ريكيرشن A is defined as A alpha or beta على حسب اللي موجود عندي في الرول. ال A هو نفس اسم النون تيرمينال، كل الحاجة اللي مكتوبة جنبه سميها ألفا، والبيس كيس اسمها بيتا. ده هيبقى equivalent له على طول إن ال A is defined as beta followed by alpha between curly bracket، أدي ال left recursive form. في حالة ال right recursive form ال A is defined as alpha A or beta. ال A هنا هي النون تيرمينال، يبقى كل اللي قبليها اسمه ألفا، والبيس كيس اسمه بيتا. الايكويفالنت ليها ان ال A is defined as alpha between curly bracket followed by beta. ناخد example على الكلام ده، وليكن مثلا الجرامر for statement sequence. الجرامر ده احنا اخدناه المرة اللي فاتت، قلنا ان statement sequence is defined as statement semicolon statement sequence or statement، والstatement is defined as S. الرول ابراهيم باشمهندس اللي كان معايا، statement sequence هنا repeated to the right، يبقى الرول دي right recursive ولا left recursive؟ left recursive. right recursive، لأن statement sequence موجود على اليمين. يبقى إذا كانت ده statement sequence هي A، يبقى دي A، يبقى الألفا هنا equivalent لمين؟ statement. لا، statement semicolon. الألفا هي كل اللي مكتوب في الرول غير اسم النون تيرمينال، فاسم النون تيرمينال statement sequence أهو هو موجود to the right. يبقى كل المتبقي هو الفا، يبقى الالفا هنا هي عباره عن ايه؟ الالفا هي statement semicolon، والبيتا اللي هي البيس كيس اللي هي مقابله لمين يا ابراهيم؟ الستيتمنت. statement خلاص. يبقى انا بصيت للرول دي لقيت ان انا عندي general form for right recursive rule ان ال A is defined as alpha A or beta. ال A اللي هي statement sequence اللي هو اسم النون تيرمينال اللي انا عامله له definition. طب انا خدت الستيتمنت سيكونس اهو، ايه اللي هيتبقى من الرايت هاند سايد؟ ستيتمنت سيمي كولوم. يبقى معنى كده ان الالفا هي ستيتمنت سيمي كولوم، والبيتا اللي هي البيس كيس اللي هي مقابله للستيتمنت. لكن احنا اتفقنا ان انا لو خدت الرول اللي هي الرايت ريكيرسيف يبقى الايكويفالنت ليها ايه؟ اكوردنج للطريقه هنا، ان انا لو خدت الرايت ريكيرسيف يبقى الايكويفالنت ليها مباشره هي الفا بتوين كيرلي براكت بيتا. يبقى الحل بتاعي وانا بعمل transformation للرول الى extended BNF هقول له ان الستيتمنت سيكونس هتبقى ديفايند بايه؟ هي الفا بتوين كيرلي براكت بيتا. الالفا هي ايه؟ statement sequence اهو. يبقى خدت الستيتمنت سيكونس بتوين تو كيرلي براكت فولود باي بيتا اللي هي الستيتمنت. يبقى لو كانت عندي دي جنرال فورم يبقى ده الايكويفالنت ليها اللي هي الفا بتوين كيرلي براكت بيتا، الالفا اللي هي statement semicolon بتوين كيرلي براكت وراها بيتا. طب في واحد يقول لي لا انا مش بعرف احفظ الجنرال فورم من الرول، هل انا ممكن من شكل الرول مباشره اقدر اعرف الايكوفالنت اي بي ان اف؟ ايوه، نشوف كده مع بعض. انا همسك هنا statement sequence هي statement semicolon statement sequence or statement، عايز احولها للاي بي ان اف. هقول له ايه؟ في كل مره انا بشيل كلمه statement sequence وبحط مكانها ايه؟ statement semicolon statement sequence. المره اللي بعديها اشيل statement sequence واحط مكانها statement semicolon statement sequence. مين اللي بيتكرر في كل مرة؟ statement semicolon، لغاية لما في مرة أشيل statement sequence وأشيلها وأحط مكانها إيه؟ البيس كيس اللي هي statement. يبقى معنى كده إن اللي بيتكرر هو statement semicolon، هو ده اللي هحطه between curly bracket، وأقفل اللوب باستخدام البيس كيس اللي هي statement. يبقى ال statement sequence is defined as statement semicolon between curly bracket followed by statement. يبقى ممكن من غير ما تحفظ الجنرال فورم من شكل الرول نفسها تعرف تحولها إلى ال extended BNF notation. نكمل. احنا قلنا الـ EBNF فيه حاجتين، موجود فيه الـ Repetition وموجود كمان فيه الـ Optional Construct. لو أنا عايز أعرف الـ Optional Construct in Extended BNF Notation فدي بعرفها باستخدام Square Brackets، بكتبها بجزء اللي فيه
optional بس تكتبه دايما between square brackets. فمثلا لو مسكت الجرامر of for if statement with optional else part ده كان الجرامر for if statement represented in BNF كان مكتوب ازاي؟ ان ال statement هي if statement or other, ال if statement هي if expression statement or if expression statement else statement وال expression 0 or 1. بيقول لي translate these rules into EBNF. ناخد بالنا من حاجة, لو هو اداني الجرامر الأصلي مثلا كان 3 rules واحدة فيهم بس اللي فيها الاوبشنال او الريبيتيشن, باقي الرولز هتنزل زي ما هي. يعني لو الرول ما فيهاش ولا ريبيتيشن ولا اوبشنال هكتب الرول زي ما هي. يعني لازم نفس عدد الرولز تبقى مكتوبه في حاله البي ان اف هي نفس عدد الرولز المكتوبه في الاي بي ان اف. فانا عندي الرول الاولانيه اللي هي الستيتمنت از ديفايند از اف ستيتمنت اور اذر هتنزل زي ما هي, لان في ناس بتروح عامله كاتبالي بس الرول اللي فيها التشينج وبيسيبوا بقيه الرولز. ما ينفعش, لان هو بعد كده الجزء اللي بعديه في المساله بيقول لك ارسم سينتاكس دايجرام, فلازم ترسم سينتاكس دايجرام لكل الرولز حتى لو ما فيهاش ريبيتيشن او اوبشنال. فاذا كان عندي اصلا البي ان اف كان فيها 3 رولز فلازم الاي بي ان اف برده هيبقوا 3 رولز, برغم ان هم ما فيهمش ريبيتيشن او اوبشنال غير في واحده بس, لكن الاثنين التانيين ينزلوا زي ما هم. فالرول الأولانية اللي هي الـ statement is defined as if statement or other هتنزل زي ما هي if statement or other أهي. طب الرول اللي فيها الـ optional أنا عندي هنا مين؟ if statement is defined as if expression statement or if expression statement else statement. هنا قلنا في optional else, يا إما في else أو مفيش. معنى كده إن الجزء اللي اسمه else statement هو ده الجزء الـ optional. نفس الـ string اللي في الأول زي بعضه if expression statement repeated في الاتنين في two choices زي بعض, ويا اما في بعد كده ايبسلون او في else part else statement. يبقى لما اجي امثلها هنا هقول ايه؟ ان انا عندي يا اما else statement او مفيش, يبقى في الحاله دي هكتبها between square brackets تقول لي ان الجزء ده optional. اما اكتبها ازاي؟ هقول له ان if statement is defined as if expression between bracket statement وراها الجزء الاوبشنال اللي هو else statement. الجزء الاوبشنال اللي هو يا اما موجود او مش موجود. والله لو كان مش موجود يبقى اكتفي بس بـ if expression statement, لو موجود يبقى بعد الـ statement موجود فيه else statement. يبقى أنا حليت مشكلة الـ optional part باستخدام في الـ EBNF notation إن أنا كتبتها between square brackets معناها إنها موجودة أو مش موجودة, والـ expression is defined as 0 or 1. هنا كانوا 3 rules هيطلعوا برضو في الـ EBNF 3 rules زي ما هم. لازم الـ rules اللي هي ما فيهاش ولا repetition ولا optional تنزل زي ما هي. أكرر كتابة الرولز زي ما هي, يبقى أنا كتبت الجرامر in EBNF. في أي أسئلة يا باشمهندسين لغاية دلوقتي؟ إحنا كل اللي قلناه طريقة تحويل الجرامر من الـ BNF إلى الـ Extended BNF. الرول لو فيها optional أو فيها repetition هي اللي هعمل فيها change, بقية الرولز هتفضل زي ما هي. في أي أسئلة؟ بعد ما بحول الجرامر الى الاكستندد بي ان اف هبتدي اعمل سام جرافيكال ريبريزنتيشن تو ريبريزنت الاي بي ان اف رولز. بسمي الجرافيكال ريبريزنتيشن دي بسميها سينتاكس دايجرامز, بسميها سينتاكس دايجرامز. دي بتديسكرايب شكل الرولز اللي مكتوبه بالاي بي ان اف. ناخد بالنا ان سينتاكس دايجرام بتشرح لي شكل الرولز, لكن بعد ما اعمل ابلاينج للبارسر حتى لو كان البارسر بيستخدم الاي بي ان اف زي مثلا الريكيرسيف جيسون بارسر اللي انت هتعملوه في البروجكت ان شاء الله, فانت برضو هترسم السنتكس تري. السنتكس تري بتقول لي الاستراكشر اوف ذا بروجرام از هول, لكن السنتكس دايجرام بتشرح لي شكل الجرامر رول شكلها ايه. السنتكس دايجرامز دي عباره عن ايه؟ مجموعه من الدايجرامز, عدد الدايجرامز بيساوي عدد الرولز اللي انا هكتبها بالاي بي ان اف. عشان كده بقول مثلا سي ان انا عندي عدد الرولز مثلا 5 رولز, يبقى هكتب هرسم 5 دايجرامز. كل دايجرام منهم بيكون له ليبل, الليبل ده بيمثل لي اسم النون تيرمينال اللي انا عايز اعمل له ديفينيشن باي ذيس رول. وانا برسم الدايجرام ده برسم مجموعه من البوكسز. البوكسز دي ممكن تكون يا اما سكوير او اوفل. سكوير معناها او بيبقى ليها مينينج يعني ان هي دي بتمثل لي نون تيرمينال, يعني محتاج يبقى ريبريزنتد بانذر دايجرام. أو oval يبقى معناها إن هو non-ternal, يعني ده keyword من اللانجوج مش محتاج more description.
يبقى الـ syntax diagram they consist of boxes to represent terminals and non-terminals. الأرو اللي ما بين البوكسز دي بيمثل لي الـ sequences and the choices. يبقى في boxes to represent terminals and non-terminals. Arrowed lines to represent sequence and the choice. الليبل بتاع كل diagram بسميه non-terminal label. For each diagram ده بيمثل لي إيه هي الجرامر rule اللي بتعمل definition for this non-terminal. النوتيشن اللي بيستخدمها بيبقى عنده round or oval box to represent terminals. والسكوير والريكتانجل بريزنت نون تيرمينالز. دي طريقه رسم السنتكس دياجرام. ناخد اكزامبل بسيط على الكلام ده. زي مثلا ان انا عندي وان رول من الارثمتيك جرامر كانت بتقول لي فاكتور از ديفايند از ليفت براكت اكسبريشن رايت براكت اور نمبر. خد بالك انا برسم السنتكس دياجرام عشان اوصف الرول مش اوصف الاكسبريشن مش اوصف الاستراكشر اوف ذا بروجرام. الاستراكشر اوف ذا بروجرام بيتوصف باستخدام السنتكس تري نوت ذا سنتكس دياجرام. syntax diagram طريقة to represent the rule. برغم ان الرول دي ما فيهاش ولا repetition ولا recursion لكن ممكن ارسم لها برضو syntax diagram طالما ان باقي الجرامر كله مكتوب بال EBNF. هنا انا عندي two choices. choice فيها left bracket expression right bracket والchoice التاني فيه number. اللي مكتوب هنا bold face هو الترنلز اللي هو الليفت براكت والرايت براكت والنمبر دول كلهم ترنلز يبقى لازم هتبقى ريبريزنتد في الدياجرام باستخدام اوفل او سيركل. انا بريبريزنت مين رول اوف فاكتور في تو تشويسز يا اما ليفت براكت اكسبريشن رايت براكت اور ا نمبر. ده كده الاوتبوت بتاعي. يبقى ده شكل السنتكس دياجرام تو ريبريزنت ذا فاكتور. وانا برسم باخد في اعتباري ان الترنل بترسم اوفل او سيركل والنون ترنل بترسم في rectangle or square. معنى كده انها defined by another diagram. افرض ان انا عايزة امثل ال repetition. say مثلا بقول لك ان A is defined as beta repeated zero or more times. beta between curly brackets معناها انها repeated zero or more times. هرسمها ازاي في الدياجرام؟ هنا عايز ارسم syntax diagram to represent this rule. ال A بتمثل لي zero or more repetition of B. يبقى يا اما ال A with no B هطلع الاوتبوت كده او هلف في البي مره واحده او ابتدي اعمل لوبينج اكتر من مره فور بي. يبقى دي طريقه representation of a b repeated zero or more times او بنكتبها في الدياجرام في ال EBNF rule باستخدام الكيرلي براكتس. يبقى يا اما a بتمثل لي 0 b or 1 b هتلف فيها مره واحده او تفضل تعمل لوبينج كده وتلف اكتر من مره في البي. يبقى ده بيمثل لي zero or more repetition of B أو بقول B between curly bracket ده اللي هو بيمثل لي الrepetition. طب لو عايز أمثل الـ optional construct، الـ optional construct اللي هو معناها موجود أو مش موجود zero or one، يا إما الـ B موجودة أو مش موجودة. يبقى في الحالة دي هقول له إيه؟ الـ A اللي هو يعني اسم الـ non-terminal أو اسم الـ rule اللي أنا بعملها definition آدي الـ A، يا إما zero B or one B. اتجاه السهم بيمثل لي انا ماشيه ازاي. يبقى هنا يا اما 0 a b or 1 b. يبقى ده بيمثل لي الاوبشنال كونستراكت. ناخد الكومبليت جرامر بقى اللي هو مثلا الجرامر اللي مكتوب بالبي ان اف وعايز احوله الاول الى الاكستندد بي ان اف وبعد كده ابتدي ارسم له السيكونس دياجرام. الاكزامبل بتاعنا expression is defined as expression add of term or term add of plus or minus, a term mul of factor or factor, mul of multiply, وادي الفاكتور expression or number. مطلوب مني الأول translate the grammar into extended BNF. أنا عايزة واحد من الباشمهندسين يبقى معايا وأنا بتكلم. مين يحب يحل معايا؟ عبد الرحمن مظهر؟ عبد الرحمن؟ موجود يا دكتور. تحل معايا؟ ماشي مش مشكلة. نمسك قول لي هنا دلوقتي أنا عندي 5 rules. هو بيقول لي translate this grammar into EBNF. أي rules هي اللي هيحصل فيها change؟ مين rules اللي أنا محتاجة أعدلها؟ rules اللي فيها recursion أو optional لكن باقي rules هتتكتب زي ما هي. أول rule؟ آه محتاجة. أول rule محتاجة إنها تتغير عشان دي فيها repetition. الرول دي هي left recursive ولا right recursive؟ left recursive. left recursive. تعال نحولها مع بعض. expression is defined as expression add of term or term. قلنا بنحولها ازاي؟
في كل مرة بشيل expression وحط مكانه expression add of term، يبقى الجزء repeated هيبقى مين؟ add of term. add of term هو ده اللي هيتكتب between curly bracket، لغاية لما في مرة أشيل expression وحط مكانها term، يبقى كأن translation إلى ال EBNF هتبقى الريزلت بتاعتها إيه؟ term add of term between curly bracket. أدي التحويل بتاعها أهو، إن ال expression is defined as term add of term between curly bracket. معايا يا باشمهندس؟ معايا حضرتك يا دكتور. طيب الرول اللي هي add up plus or minus، هل دي فيها اي تغيير؟ ما فيهاش، هتنزل زي ما هي. طب الرول بتاع الترم فيها recursion، دي لازم تتحول، تعرف بقى تحولها لي؟ هتبقى left recursive، فهتبقى هنشيل المال اوب فاكتور ده اللي هو اللي هيكرر معايا، هيبقى بين الكيرلي بريسز، فهتبقى تقريبا هيبقى الترم فهيبقى تير تيرم مال اوب فاكتور تيرم كيرلي بريسز مال اوب فاكتور. لا، بدل الترم الاولانيه هتحط ايه؟ فاكتور. لازم تقفل اللوب بتاعها بالبيس كيس، يبقى فاكتور مال اوب فاكتور بتوين كيرلي براكتس. يبقى من هنا هتبقى الترم هتبقى ديفايند از فاكتور مال اوب فاكتور بتوين كيرلي براكتس. بتشوفها تاني مع بعض، انا هنا بقول term is defined as term مال اوب فاكتور اور فاكتور، في كل مره بشيل الترم واحط مكانه term مال اوب فاكتور، term مال اوب فاكتور، يبقى مين اللي بيتكرر؟ مال اوب فاكتور، هي دي اللي هتتحط between curly brackets. والترم هتتشال في الاخر، مره اشيل الترم واحط مكانه فاكتور، يبقى انا قفلت اللوب من هنا، يبقى كان نتيجه الترانسليشن هيديني ايه؟ فاكتور مال اوب فاكتور between curly brackets. rule of mul up هتفضل multiply زي ما هي، الفاكتور برضو هتنزل زي ما هي، يبقى انا بدل ما كان عندي 5 rules برضو فضلوا 5 rules في EBNF. الحاجة اللي فيها تغيير بس اللي هي فيها هنا في الاكزامبل بتاعنا اللي فيها curly brackets. معايا يا باشمهندس؟ في اي حد عنده اي اسئلة لغاية دلوقتي؟ كده الترانسليشن انا just عملت translation من الBNF الى الاكستندد BNF. مطلوب مني بقى دلوقتي ان انا امسك الـ EBNF rules واحولها الى syntax diagrams. يبقى اول خطوة هيقول لي translate the grammar into extended BNF، كتبتهم مع ملاحظة ان الرولز اللي ما فيهاش ولا recursion ولا repetition بتفضل ولا optional، بتفضل زي ما هي، تنزل زي ما هي الرولز دي. بعد كده مطلوب مني ان انا ارسم الـ syntax diagrams بتاعها. تعالوا نشوف واحدة واحدة. Our rule expression is defined as term و add up term between curly brackets. طيب أول حاجة الترم ده بيمثل لي إيه؟ non-terminal. يبقى لما أرسمه في syntax diagram هو أنا بديفاين هنا الإكسبريشن، لازم أحط الترم ده non-terminal، فبيترسم between square أو rectangle. في term is expression يبقى عبارة عن term followed by add up term repeated. add up term عمال يحصل له إيه؟ repetition. يبقى هرسمه ازاي هنا؟ repetition zero or more time، zero or more times. يبقى يا اما الترم هيطلع output كده مباشرة، او الجزء اللي هو ال add up term هو ده اللي عمال يحصل فيه repetition، هو ده اللي عمال الف فيه في اللوب. ايه هو؟ هو add up term، وهما الاثنين بترسموا في square لانهم non-terminals. يبقى ده اول حاجة اللي هو expression هيبقى term followed by add up term repeated zero or more times. الرول الثانية فيها الـ add up هي plus or minus. just هنا بكتب اسم الـ non-terminal add up، وفي عندي two choices يا اما plus or minus، وهما الاثنين terminals فبتترسم circles وبطلع الـ output. الـ term factor followed by mul up factor repeated zero or more times. يبقى هنا هقول له ان الـ term هيبقى عبارة عن factor وبطلع الـ output or mul up factor repeated zero or more times. اهو الـ mul up والفاكتور هما الاثنين non-terminal عشان كده اترسموا سكوير. مال اوب مالتبلاي مفيش غير تشويس واحد، يبقى المال اوب هتبقى المالتبلاي اوبريتور. اخر حاجه الفاكتور له تو تشويسز، يا اما اكسبريشن بتوين براكت اور ا نمبر. يبقى الفاكتور هيبقى له تو تشويسز، ليفت براكت اكسبريشن رايت براكت اور ا نمبر، وبطلع الاوت. يبقى بعد ما بحول الجرامر
ادي الجرامر الاصلي، بتديني مساله موجود فيها الجرامر مكتوب بالبي ان اف، بيقول لي translate the grammar into extended BNF notation then draw the syntax diagram. يبقى لازم اخد بالي وانا برسم او بكتب الاي بي ان اف اكتبها صح، على اساسها هيبقى تكمله المساله ان انا ارسم syntax diagrams بتاعتنا. مره ثانيه، syntax diagram description لشكل الرول اللي مكتوبه بالاي بي ان اف، بحتاجها عشان انا بعد كده في بعض البارسرز بتحتاج ان الجرامر يكون مكتوب بالاي بي ان اف، لكن ده غير السنتكس تري اللي هي الاوتبوت من البروجرام، دي حاجه ثانيه. سنتكس دايجرام بديسكرايب بيها شكل الرول اللي مكتوبه بالاكستندد بي ان اف نوتيشن. ناخد اكزامبل ثاني، مثلا الجرامر اوف اف ستيتمنت. احنا قلنا عملناه قبل كده ان الستيتمنت اف ستيتمنت اور اذر، الاف ستيتمنت اف اكسبريشن ستيتمنت اور اف اكسبريشن ستيتمنت else ستيتمنت. اكسبريشن 0 اور 1 عايز احولها بالاي بي ان اف، اعمل ايه؟ الرول اللي ما فيهاش اي optional ولا repetition هتنزل زي ما هي. الرول اللي فيها هنا optional construct، هنا في يا اما في else statement او ما فيش، يبقى هحطه ما بين square bracket اهو لسه كنا عاملينها e b n f، just انا هكتب else statement between square bracket وراها expression 0 or 1. فبدل ما كانوا 3 rules برضو في b n f هيفضلوا 3 rules في extended b n f. كده انا كتبت الرول او grammar بال e b n f، مطلوب مني ارسم syntax diagrams، برضو هرسم 3 syntax diagram to describe كل النون تيرمينالز اللي عندي. statement could be if statement or other. ال if statement دي نون تيرمينال فتبقى مرسومة في square، ادي ال output، or other بينما ال other ده terminal فمرسوم بشكل oval. ال if statement اللي هي فيها ال optional construct بيقول لي فيها ايه؟ جزء ثابت اللي هو ال if expression statement، وبعد كده ال else statement دي optional، يعني اما 0 times يعني مش موجوده او 1 time يعني موجوده مره واحده. يبقى هرسمها ازاي؟ ادي if left bracket expression right bracket، ناخد بالنا ان ال if وال left bracket وال right bracket دي terminals فهتترسم في شكل round. ال expression ده non terminal لان هو defined by other diagram. بعد كده statement دي برضه بتمثل لي non terminal لانها ممثله ب another diagram. لسه بقى في وراها ال else statement ده optional. ال else statement ده optional ارسمه ازاي؟ ادي من هنا ال else statement يا اما ما فيهاش else، ال if statement يا اما ما فيهاش else او فيها else followed by statement. يبقى انا عندي ال else statement دي optional construct، يا اما في 0 يبقى ما فيش else او في 1 time فقط لل else statement. آخر رول عندنا اللي هي expression is defined as 0 or 1، هقول له من هنا إن expression 0 or 1 وآدي output بتاعي. كده أنا رسمت syntax diagram اللي بيمثل ال EBNF rules. في أي أسئلة لغاية دلوقتي يا باشمهندسين؟ اتفضل يا مصطفى. دكتور معلش، هو ممكن يطلب البارس 3 والسنتكس 3 برضه للاي بي ان اف؟ اه طبعا، ما هو اي بروجرام، اي بروجرام مكتوب انا للبارسر، البارسر بيعمل ايه؟ بيجنريت لازم البارس 3 والسنتكس 3 لان هو عايز يعرف الستراكشر اوف ذا بروجرام. لكن لو انا بديسكرايب الرولز اللي مكتوبه بديسكرايب الرولز بالاي بي ان اف. خد بالك انا هديك دلوقتي مثلا السنتكس اوف ذا تايني لانجوج، هديك رولز مكتوبه بالبي ان اف دي نوتيشن، هتحولي النوتيشن دي الى الاكستندد بي ان اف، بعد كده في شابتر 4 هناخد ان شاء الله البارسنج الجوريثم اللي بيستخدم الاي بي ان اف دي. نتيجه الابلاينج للالجوريثم لازم يجنريت البارس 3 والسنتكس 3، دي حاجه ثانيه. لكن السنتكس دايجرام دي ديسكريبشن لشكل الرولز المكتوبه بطريقه الاي بي ان اف، يعني دي مجرد نوتيشن لكتابه الرول بيرسمها كده عشان يشرح بيها شكل الرول ايه. يعني كده كده هو نفس شكل البارس 3 والسنتكس 3 في الاخر، مش هتغير، هو بس هي اللي اتغير السنتكس دايجرام اللي هيتزود بس في الاخر. بس انت سنتكس دايجرام بتسكرايب الرولز، بتقول انا غيرت الرولز عشان اشرح او ازود فيها الجزء الاوبشنال او جزء الريبيتيشن. ده طريقه فيجوال تو ديسكرايب ايه؟ شكل الجرامر رولز بعد تحويلها الى الاي بي ان اف. لكن اي بروجرام بعد كده في البارسنج الجوريثم انت بتعمل ايه؟ بتاخد الجرامر رولز دي وبتابلاي بارسنج الجوريثم، لان انت عندك البارسر بيشتغل بحاجتين، انك تعمل كودنج الجرامر ده حاجه، وانك تطبق بارسنج الجوريثم ده حاجه ثانيه. فاحنا المفروض في اخر شابتر 3 انت تعرف تعمل كودنج للجرامر،
سواء كان الجرامر ده مكتوب بالبي ان اف او بالاكستندد بي ان اف، تعمل تحطه في الكود بتاعك. بعد كده هتبتدي في شابتر 4 تاخد البارسنج الجوريثم. بعض البارسنج الجوريثمز بيستخدم البي ان اف وبعضها بيستخدم الاي بي ان اف على حسب نوع البارسر بتاعك. في الحالتين هو هي اكسبت بروجرام مكتوب باللانجوج ويطلع بارس تري للبروجرام او سينتاكس تري للبروجرام. السينتاكس تري دي بتقول لي الاستراكشر اوف ذا بروجرام، ملهاش دعوه بشكل جرامر رولز. واضح يا مصطفى؟ تمام، شكرا دكتور. نكمل بقى الكلام بتاعنا في اخر حاجه عندنا في شابتر 3، ان احنا نشرح او نبقى جيفن ليك السينتاكس اوف ذا تايني لانجوج. اعتقد كلكم ابتديتوا في البروجكت ومفروض هتسلموا اخر الاسبوع ده ان شاء الله، بس كنت بتشتغل بس سكانر. لكن انا دلوقتي المفروض ان انا هخلي البارسر هو اللي يكون السكانر. البارسر ده بيطلب من السكانر تو جيت النكست توكن، هيجيب له النكست توكن الموجود عنده. بيبتدي البارسر يتشك الجرامر رولز اللي موجوده ويتاكد انها، او بارسنج الجوريثم يعني، هيتاكد ان التوكنز جنب بعض اكوردنج تو الجرامر رول، على حسب الالجوريثم بتاع البارسر اللي انا هاخده او البارسنج الجوريثم اللي انا هاخده. طب ايه هي السنتكس اوف ذا تايني لانجوج؟ نشوفها كده مع بعض عندنا. The context free grammar for the tiny language given leak، مهم انك تعرف الرولز دي، طبعا بتبقى given leak في المساله ايه شكل الرولز. بيعتبر ان البروجرام بتاعه هو statement sequence. The statement sequence is given is defined as statement sequence semicolon statement or statement. يعني بيعتبر semicolon هنا هي statement separator، بتفصل ما بين statement وبعضها. عنده 5 types من statements. من statement is defined as if statement or repeat statement or assignment statement or read statement or write statement. في التايني لانجوج بيتعامل مع 5 types of statements: if statement, repeat, assignment, read statement, write statement. الـ syntax of the if statement في tiny language بتتكتب بالطريقة دي. لو كانت لازم يكون فيها if و then و end للـ statement، فبتبقى فيه if some expression then statement sequence end، or if expression then statement sequence else statement sequence end. يعني لازم ينتهي الـ statement عنده بكلمة end. يبقى معنى كده إن الـ if والـ then والـ end والـ else دول كلهم keywords من الـ language موجودة عندك. فممكن يبقى فيه optional else statement برضو مكتوبة بالصورة دي. يبقى ده syntax بالنسبة if statement في tiny language. The repeat statement معناه إن هو بي repeat some statement sequence until some expression is true. برضو repeat وال until دول keyword من language بتاعك. يبقى repeat some statement sequence until expression is true. The assignment statement هيبقى فيه identifier, assignment operator, some expression. A read statement, read, followed by identifier. A write statement, write, followed by expression. بالنسبة للتايني لانجوج بتتعامل مع 5 types of statements زي ما قلنا if و repeat و assignment و read و expression و write. بالنسبة للإكسبريشن عنده 3 types من الإكسبريشنز، يا إما operator expression يا إما number or constant و identifier. الاوبريتور اكسبريشن عنده يا اما كومباريزون اوبريتور او اريثمتيك اوبريتور. الاريثمتيك اوبريشن بيتعامل مع البلس والماينس والمالتبلاي والديفايد، والكومباريزون بيتعامل مع اللس ذان وير ايكوال. فبالنسبه للجرامر رولز بيقول لي هنا ان الاكسبريشن كود بي سمبل اكسبريشن فولود باي اوبريتور، بنسميه هنا كومباريزون اوبريتور، سمبل اكسبريشن اور سمبل اكسبريشن. الكومباريزون اوبريتور كود بي ديفايند از لس ذان اور ايكوال. Simple expression هنا مقصود بيه arithmetic expression هيبقى simple expression or add up term or term. The add up plus or minus. The term is given is defined as term mul up factor or factor. The mul up multiply operator or divide. The factor هو expression between bracket or number or identifier. نلاحظ هنا إن هو بالنسبة للـ expressions اللي موجود defined في tiny language يا إما عنده operator expression له two operands أو له number or identifier. operator ممكن يكون comparison يعني بيقارن بس ما بين two expressions، والـ comparison operator defined في الـ tiny language less than or equal. الـ arithmetic operation فيها additive operators أو multiplicative operator. الـ additive operator اللي هي الـ plus والـ minus، والـ multiplicative operator فيها multiply و divide.
والفاكتور could be expression between brackets or number or identifier. طب حد يقول لي هنا الارثمتيك اوبريشنز انا خدت في اعتباري ايه وانا بكتب الجرامر ده؟ مصطفى؟ هي كده واخده البريورتي بتاعتهم واخده في اعتباري البريسيدنس اوف اوبريشنز. ليه؟ لان انا خليت الاد اوب اقرب للسمبل اكسبريشن من المال اوب، هتبقى موجوده في التري اقرب للروت نود من المال اوب. كمان خليت الريبيتيشن يبقى موجود اون وان سايد والناحيه الثانيه بيس كيس، يبقى انا خدت في اعتباري ايه كمان؟ الليفت اسوشيتيفيتي. الليفت اسوشيتيفيتي، فهو مديك الجرامر وهو اوريدي معمول له كوريكت بحيث ان هو يتعامل مع البريسيدنس اوف اوبريشنز وبيتعامل كمان مع الايه الاسوشيتيفيتي بحيث يبقى كل الاوبريتورز دي ليفت اسوشيتيف. يبقى جيفن ليك السنتكس اوف ذا تايني لانجوج، هيطلب منك ان شاء الله بعد شابتر 4 انك تعمل امبلمنتيشن للتايني بارسر، فهتحط الاول الكود بتاعك، هتحط الجرامر ده في الكود وهتبتدي تابلاي عليه سام بارسنج الجوريثم. طب ناخد بعد بالنا مثلا ان في سام بارسر بتحتاج انها تحول الاول الجرامر ده الى EBNF notation قبل ما تبتدي تعمل. هتلاقوا في مساله في شيت 3 بيقول لك translate the grammar of the tiny language into extended BNF، فحاول كده اما تروح for exercise تحول الجرامر ده كله الى ال EBNF، وهي اوريدي هي مساله موجوده في شيت 3 في اخر شيت 3 بيقول لك حول لي الجرامر ده الى ال extended BNF notation. ليه انا بحوله؟ لو كنت هستخدم ريكورسيف ديسنت بارسر فده بيشترط ان الجرامر بتاعه يكون مكتوب بالاي بي ان اف. اتفقنا؟ فده كده كاكسرسايز ليك، حاول تحول الجرامر ده الى الاكستندد بي ان اف. طبعا في اي مساله بتيجي في الامتحان بيديك جرامر باي شكل، مش شرط تكون شفت جرامر ده قبل كده، ويقول لك ترانسليت الجرامر انتو بي ان اف then draw the syntax diagram. نكمل بقى. لو انا هبتدي اكمل في البروجكت بتاعي عايزة أعمل الـ syntax tree structure for the tiny compiler. اتفقنا إن عندي الـ tiny language في two basic kinds of structures، في statements وفي expressions، وفي five kinds of statements اللي هما الـ if statement، الـ repeat statement، الـ assignment statement، الـ read statement، الـ write statement. ده ملخص كلام اللي قلناه من شوية. في three kinds of expressions، يا إما operator expression، constant expression، and identifier expression. ناخد بالنا من حاجة، في أي أسئلة لغاية دلوقتي يا باشمهندسين؟ أنا دلوقتي لما أجي أرسم الـ syntax tree كنت بديك statement وبقول لك ارسم لي الـ syntax tree for some string، بديك string وأقول لك ارسم لي الـ syntax tree للـ string ده، لكن أنا مطلوب منك في البروجكت إنك تعمل إيه؟ إن أديك complete program والبروجرام ده هترسم لي الـ syntax tree for the entire program. معنى كده إن المفروض إن البارسر بتاعك هيشوف الـ different statements اللي موجودة ويجنريت لكل واحدة فيهم الـ syntax tree المقابلة ليها، وبعد كده يكونكت الـ syntax tree دي مع بعض بحيث إن هو يطلع لي one syntax tree للـ entire program، وده هيكون الـ output بتاعك من البروجكت إن شاء الله. يبقى أنا المطلوب مني إن أنا أعرف لكل واحدة من الـ statements اللي موجودة في الـ tiny language إيه شكل الـ syntax tree اللي هيطلع منها، وبعد كده لو أنا اديتك أي program في different statements هتبتدي ترسم لي syntax tree لكل واحدة فيهم وتكونكت syntax trees دي مع بعض. يبقى إذا أنا عرفت إيه هي أنواع statements وأنواع expressions الموجودة في tiny language، عايزين نشوف مع بعض إزاي أنا أقدر أعمل visual description syntax tree structure، وإزاي أقدر أبين syntax tree of a sample program. يعني لو أديتك complete program تعرف ترسم لي syntax tree للسامبل بروجرام ده كله ولا بعض ورا بعضه ولا لا. اعتقد ان في الناس اللي خلصت السكانر كانوا بيجربوا السامبل بروجرام اللي هو كان موجود اللي احنا اخدناه تشابتر 2، وكان بيتست بيه، بياخده كتست كيس ويتست بيه السكانر بروجكت بتاعه. لا انا بعد كده بقى في البارسر اديك برضو بروجرام كده وتجرب انك تطلع لي using this sample program syntax tree of the entire program. ترسم لي بقى syntax tree لكل statement وتكونكت statements دي مع بعض. فعشان نعمل visual description هنتفق مع بعض الطريقة نرسم بيها syntax tree لو أنا هرسم syntax tree for any sample program. بيقول لي اتفقنا إن syntax بتاع tiny language فيها statement وفيها expression. فعشان نوحد النوتيشن اللي احنا بنرسمها بيقول لي استخدم دايما rectangular boxes to indicate statement nodes، واستخدم round or oval to indicate expression node.
ال kind of statement بيتكتب as a label inside the box. لو انت عندك اكتر من statement وكلهم في نفس الليفل فانت هتوصلهم باستخدام sibling pointers. فالsibling pointers دي بتبقى will be drawn to the right of node boxes. لو عندك node وبتعملها branching فانت بترسم child pointers. يبقى child pointers will be drawn below the boxes. فهيبقى في عندي two types من pointers. Sibling pointers بتconnect different statements مع بعض لو هما في نفس levels. Child pointers عشان تعمل لي branching أو to describe ال extension بتاع كل node معين. لو في عندي في tree structure في جزء بيبقى unspecified فممكن برسمه باستخدام triangle. ولو في جزء optional فبرسمه باستخدام dashed line. With dashed lines indicate structure that may or may not appear. يعني مثلا عندي مجموعة من statements ورا بعض وكلهم في نفس الليفل فبوصل منهم sibling pointer. بوصله كده to the right. كل statement connected sibling pointer to the right. لو في أي statement منهم defined by some structure لسه انا مش عارفاها فبرسمها في صوره تريانجل. يبقى التريانجل بيقول لي ايه السيكونس ده لسه حاجه لسه تري ستراكشر لكن لسه ما عرفتش تفاصيلها unspecified tree structure فبرسمها باستخدام تريانجل. ناخد اكزامبل على الكلام ده. هنبتدي نشوف الديفرنت ستيتمنتس اللي موجوده في التايني لانجوج ونشوف كل واحده فيهم ايه شكل التري اللي هتطلع منها. السنتكس تري لان هو ده الاوتبوت بعد كده من كل البروجرام بتاعي هطلع syntax tree لكل statement وارجع connect بينهم بsibling pointer. مثلا لو عايز ارسم syntax tree if statement قلنا قبل كده ان if statement لما اجي ارسم لها syntax tree بيبقى ليها 3 children. واحد بيمثل لي التست بارت واحد بيمثل لي الذن بارت واحد بيمثل الالس بارت. احنا اتفقنا كتوحيد للفيجوال ديسكريبشن بتاعتنا هنعملها unification بحيث ان انا ارسم بلوك كده وبكتب فيه اسم الستيتمنت. فانا عندي الستيتمنت هنا if statement ليها 3 children. الchildren الاولاني بيمثل لي التست بارت. التست بارت ده ممكن يكون complete tree فعشان كده انا رسمها هنا دلوقتي بصوره تريانجل. ال then part برضو في تريانجل هنا بيمثل لي ال then part. ال else part ده optional فعشان كده رسمها داشد لاين. والله لو عندي if statement موجود فيها if موجود فيها else part يبقى في الحاله دي هيبقى في ال third branch هنا او third child. لو مفيش else فمش داعي ان انا ارسمه اصلا. فانا هنا حاطه داشد لاين عشان تقولي ان ممكن يبقى في else part. بالنسبه للريبيت ستيتمنت طريقه السنتكس تري بتاعتها اجي الريبيت اهي موجوده في ريكتانجل. الريبيت ليها two children. واحد منهم بيمثل لي complete tree structure بتمثل لي body of repeat و الجزء اللي بيمثل لي التست كيس اوف ذا ريبيت لان انا عندي ريبيت ذا بادي اوف ريبيت هنا until some test condition is true. فالتست ده ممكن يكون كومبليت تري ليه كومبليت تري ستراكشر. يبقى ريبيت ادي البادي اوف ريبيت ده احد الشيلدرن والتست تشايلد اوف ريبيت اهو موجود. كل واحد فيهم ممكن يحتاج ديفينيشن باستخدام كومبليت تري ستراكشر. الاساينمنت ستيتمنت assignment statement بكتب هنا assignment assign واسم ال variable اللي انا عايز اعمله assignment وبيكون في complete expression محتاج برضو some tree structure فرسمها هنا بصورة triangle. يبقى ادي ال expression بتاعي assign for some variable the result of this expression right. برضو بعمل هنا اسم ال statement right write a some expression. expression ده محتاج complete tree structure فانا رسمها في صورة triangle. الاوبريتور قلنا الاوبريتور ممكن يكون comparison operator or arithmetic operator لكن بيعتمد ان هو لازم يبقى له two operand. يبقى الاوبريتور has two children representing a left and right operand. فبكتب هنا الاوبريتور اتفقنا انه بيرسم الاوبريتور في صوره اوفل. اوفل بكتب هنا اوبريتور وبكتب الاوبريتور kind ايه هو نوع الاوبريتور ايه. في عندي left operand ممكن يبقى complete tree structure والright operand complete tree structure. في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ احنا مجرد خدنا النوتيشن اللي احنا هنستخدمها عشان نرسم بيها السنتكس تري اوف ذا سامبل بروجرام. اتفضل يا عبد الرحمن. هو دكتور لما يكون في else part واحنا بنرسمه نعمله بعد كده سوليد يعني
هو موجود. لو else part ما يبقى موجود فيه solid child أي طبعا solid، وبترسم التري كلها المقابلة له. لو مش موجود أصلا ما ترسموش، ده أنا هنا حاطة لك بس النوتيشن العامة لأي if statement هيبقى فيه else أو ما فيش else. لو ما فيش else خلاص ما تحطش ال third child، مش لازم تطلعه، هو optional. فلو مش موجود ما تحطوش من أساس، لو موجود هتحط ال third child. نرجع تاني للسامبل بروجرام بتاعنا ونشوف لو انا اديتك السامبل بروجرام ده وطلبت منك ترسم لي الكومبليت تري ستراكشر فور ذيس بروجرام. ادي السامبل بروجرام ان تايني لانجويج تو كومبيوت فاكتوريال. نشوف بس نقرا بسرعه البروجرام ده. كان بيعمل ريت اكس اف 0 less than x then assign الفاكتوريال نمبر 1 repeat فاكتوريال اعمل له assignment فاكتوريال تايمز x decrement x يبقى x assignment operator x minus 1 until x equals 0 رايت فاكتوريال واند. تلاحظ دايما في البروجرام ده عشان يبقى سنتكس كوركت، وكل هنا السيمي كولوم بتمثل لي قلنا ستيتمنت سيباريتور، يعني اخر واحده اللي هي الرايت مفيش اخرها سيمي كولوم، عشان في ناس بتغلط. انت لو حطيت هنا سيمي كولوم في الاخر يبقى انت اعتبرت ان كل ستيتمنت بتنتهي بسيمي كولوم. لا، هي السيمي كولوم هنا هي ستيتمنت سيباريتور، عشان كده الرايت فاكتوريال مفيش اخرها سيمي كولوم. المفروض انك لو حطيت سيمي كولوم في الاخر هيقول لك ان في ايرور، لان هو ده مش ماتشنج مع الجرامر. انت جربت البروجرام ده تدخله على السكانر بتاعك وطلع لك الكود بتاعنا. طبعا في ناس هتطلع لي ليست لكل التوكنز اللي موجوده، ده اوكي، بس انا عايزه كمان الاوتبوت بتاع السكانر زي ما اتفقنا مع بعض ان هو بيمثل لي ايه، يعني البارسر هو اللي بيكون السكانر تو جيت النكست توكن. يعني المفروض ان هو يبقى فانكشن اسمها جيت توكن، كل ما اقول له get token هيجيب لي النكست توكن الموجوده في الانبوت، هيديها للبارسر والبارسر بيتشيك الجرامر ويطلع لي البارس تري لو كان الايه اللي هو الاستراكشر صح، او لو كان ده legal string in the language. بلس انك ممكن تطلع كمان كل كانك عملت كولينج اكتر مره. لو ده عملت تيست للسكانر لوحده كانك دخلت او عملت انت مين بروجرام عمال يكول الجيت توكن دي اكتر من مره لغايه لما يطلع لي ليست اوف توكنز كلها. لكن في الاخر لما تخلي البارسر هو المين بروجرام، البارسر هو اللي هيكون السكانر تو جيت النكست توكن اللي موجود عنده. تعالوا نبص كده لما اجي ارسم السنتكس تري للبروجرام ده كله كده على بعض، في كام ستيتمنت موجوده عندي؟ طبعا زي ما انتم عارفين ان كل الكومنتس دي مش هيطلع لها اي اوتبوت من السكانر، فخلاص احنا هنشوف الستيتمنتس موجوده عندنا. في كام ستيتمنت موجوده في الكود دوت؟ في اول هنا ستيتمنت هي ريد ستيتمنت، وبعد كده اف ستيتمنت، والاثنين في نفس الليفل. الاف ستيتمنت في يبقى عندي الريد والاف دول في لازم يبقى كونكت بينهم سيبلينج بوينتر. الاف ستيتمنت فيها تيست كونديشن اللي هي 0 less than x، بعد كده then، وفي ستيتمنت assignment ستيتمنت repeat ستيتمنت write ستيتمنت. كل الستيتمنتس دي موجوده في then part of if statement. ايه هما؟ assignment ستيتمنت وrepeat statement وwrite statement، هما التلاتة موجودين في then part of the if statement. اوكي، مفيش هنا else part يبقى مش محتاجة احط else child بس وend. نشوف هنرسم ازاي syntax tree للبروجرام ده step by step. اول خطوة انا عندي read statement والif statement، هما الاتنين في بينهم sibling pointer، يعني هما الاتنين في نفس الليفل في read x وبعد كده ال if statement. فلما اجي ارسم ال complete syntax tree لل sample program هقول ان انا عندي read statement اهو، ادي read x وال if statement، وهما الاثنين connected ب sibling pointer. يبقى لغايه دلوقتي انا بينت ان في connection ما بين ال read وال if statement using this sibling pointer. نمسك بقى ال if statement. ال if statement اول حاجه المفروض اي if statement بيبقى ليها 3 children، واحد بيمثل لي التست كونديشن، واحد بيمثل لي الذن كونديشن، واحد بيمثل لي الالس. ما عنديش الس يبقى ما عنديش غير تو تشيلدرن بس، واحد بيمثل لي التست، واحد بيمثل الذن. التست تشايلد اوف اف موجود فيه ايه؟ موجود فيه الكومباريزن اوبريتور 0 less than x، هو ده اللي موجود في التست تشايلد اوف اف. يبقى نوع هنا ده بيمثل لي كومباريزن اكسبريشن ما بين two operands، الزيرو number أو constant zero وما بين identifier اللي هو x. يبقى هاجي هنا ال if statement، عندي statement اسمها if statement ليها two children،
تشيلدر الاولاني بيمثل لي التست كونديشن، والتشايلد الثاني بيمثل لي الذن كونديشن. التست كونديشن موجود في اوبريتور اسمه less than، بيربط ما بين two operands. الاوبراند الاولاني constant zero، والاوبراند الثاني الايدنتيفاير اللي اسمه x اهو zero less than x. يبقى الجزء اللي هو if zero less than x هيظهر لي في التري بالصوره دي، ان الاف ليها one child، الchild ده بيمثل لي الايه التست child of if، موجود في operator لان ده comparison operator، بكتب كلمه operator وبحط نوع الايه الoperator هنا هو less than. less than له two operands، الoperand الاولاني constant اللي هو او number اللي هو zero، والتاني اللي هو identifier اللي هو x. بعد كده نرجع للif statement، ادي test condition، في بعد كده then part of the if statement، موجود فيها كام statement؟ assignment statement، repeat statement، write statement. يبقى معنى كده ان في التري syntax tree بتاعتنا هقول ان في ثلاثة statement هيكون في بينهم sibling pointer، اللي هي assignment statement، repeat statement، write statement. هما الثلاثة لازم يبقى في بينهم sibling pointer، هما الثلاثة في بينهم sibling pointer. نمسك أول حاجة الـ assignment statement. الـ assignment statement بتعمل إيه؟ factorial، هيبقى فيه assignment operator 1، يبقى هي assign للـ factorial الـ number أو الـ constant اللي هو 1. يبقى الـ assignment statement بكتب هنا اسم الـ variable اللي هو factorial، الـ assignment هي assign له factorial، هي assign له الـ constant اللي هو 1. يبقى assign للfactorial ال number اللي هو 1، ادي ال assignment statement بي assign للfactorial ال number 1، ادي الfactorial assignment operator 1. بعد كده هدخل في الrepeat statement. الrepeat statement بتrepeat ال body of repeat until some expression is true. الrepeat statement بتعمل ايه؟ بتrepeat الجزء اللي هو في two assignment statement، واحدة بتassign للfactorial factorial time x، واحدة بتassign للx x minus 1. التو statements دول في بينهم sibling pointer لأنهم في نفس الليفل. يبقى بالنسبة للrepeat في ليها two children، واحد بيمثل لي body of repeat وواحد بيمثل لي test condition of repeat. body of repeat موجود فيها two statements في بينهم sibling pointer، واحدة بتassign للفاكتوريال وواحدة بتassign للفاريبل x، واحدة بتassign للفاكتوريال وواحدة بتassign للفاريبل x اهو. بينما ال condition of repeat موجود في هنا ايه until x equal 0، ده comparison operator بي compare ال x مع ال 0. خلينا في ال body of repeat. ال body of repeat في two assignment statement، واحد بتassign للفاكتوريال وواحد بتassign لل x. ناخد الأولاني اللي هو assignment للfactorial، بيassign للfactorial factorial time x. factorial times x ده عبارة عن إيه؟ operator expression، بيعمل multiply operator ما بين الfactorial والx. يبقى هنا assignment للfactorial بيبقى عبارة عن إيه؟ result of some expression، expression هنا هو operator expression في multiply operator ما بين two operands، الidentifier اللي هو factorial والidentifier x. يبقى كده وجب ايه؟ factorial times x هتبقى assigned لمين؟ للfactorial. الstatement اللي هي assigned statement هنا الfactorial times x، وفي another assigned statement اللي هي فيها decrement للx، يبقى الx هيبقى assigned له x minus 1، ده arithmetic expression بيعمل ايه؟ minus operator ما بين الx وال1. يبقى الassignment assign للvariable x result of the operator minus ما بين two identifier، بين الidentifier x والconstant 1. يبقى أنا كده في الrepeat body of repeat فيها two assigned statement في بينهم sibling pointer، في بينهم sibling pointer، واحدة بتassign للfactorial result of factorial times x، والتاني بيassign للx result of x minus 1. في repeat بي repeat ادي ال body of repeat until some condition some expression is true. ال expression ده x equal 0، يبقى
التست كونديشن خلاص خلصنا التست كونديشن اوف ريبيت انتل الاكسبريشن ثرو. ادي هنا الاكسبريشن بتاعي ان الاكس ايكوال 0 يبقى ده اوبريتور اكسبريشن بيكمبير الاكس والزيرو هيفضل يريبيت الجزء ده لغايه لما الاكس ايكوالز 0 يبقى هيريبيت. ادي البادي اوف ريبيت في تو اساينمنت ستيتمنت انتل سام كونديشن از ترو. اتفقنا مع بعض ان الاف ستيتمنت في الذن بارت كان فيها ثلاثه ستيتمنت الاساينمنت للفاكتوريال والريبيت والرايت فاكتوريال يبقى الثالثه بتاعتهم اللي في نفس الليفل اللي هي الرايت رايت سم ايدنتيفاير اللي هو فاكتوريال. يبقى ده شكل السنتكس تري اوف ذا سامبل بروجرام. الاوتبوت من البارسر بتاعك هيكون بالشكل ده. يبقى انت جيفن ليك السامبل بروجرام هيدخل على البارسر هيبتدي البارسر هيكون السكانر تو جيت ديفرنت توكنز هيكمبير مع الجرامر والجرامر ممثل بالسنتكس اللي هو جيفن ليا بكل السنتكس رولز اللي احنا كتبناها بالبي ان اف او بالاي بي ان اف هيجنريت السنتكس تري في الاخر اللي هي بتمثل لي السنتكس تري اوف ذا سامبل بروجرام كله على بعضه شكله ايه. الأسئلة بقى مصطفى اتفضل. يا دكتور معلش، هو في السيم ليفل اللي هو السيبلينج سيبلينج بوينترز بيمشي من الشمال لليمين دايما سيبلينج بوينتر كل النودز اللي انت في نفس الليفل فانت بتوصلهم من الرايت اوف ايتش نود للي بعدها. انا قصدي هو دايما بيمشي في التنفيذ بتاعه من الشمال لليمين صح؟ اللي هو من الاول النود انا موصلها لحد اليمين. لا اللي بعدها اللي بعدها. في تو ذا رايت اوف ذا نود اللي جايه بعدها اللي جايه بعدها. خد بالك انت بعد كده احنا المفروض هنتست البروجرام بتاعك لاي سامبل بروجرام. يعني في ناس بتروح مظبطه الكود بتاعها بحيث تطلع لي 3 دي وخلاص. لا. اي بروجرام انت هتجنريت البوينترز دي اوتوماتيكالي على حسب البروجرام. فالبروجرام بتاعك بيتست شكل الكود وبتعرف مين النودز اللي في نفس الليفل وبتطلع لي سيبلينج بوينترز مظبوطه وبتطلع لي التشايلد بوينترز مظبوطه. تمام. طب معلش، هو في الريبيت كان في داش لاين ولا انا كنت يعني عندي هي البيكسل شويه يعني رسمه الريبيت نفسها؟ الريبيت لا هو هي مرسومه هي طبعا خط عادي مش داش لاين. تمام. هي الصورة بس هي فيها مشكلة. شكرا لحضرتك. طبعا هو سهل جدا انك ترسم التري بايدك لكن انك تحطها في الكود بتبقى مشكلة شوية. عبد الرحمن شريف اتفضل. دكتور احنا قلنا في اخر ستيتمنت بتاعت الرايت ان احنا مش هنحط سيمي كولون عشان هي مش ترمينيتور. كان في ستيتمنت ثانية برضه في النص كده ما فيهاش سيمي كولون. فكنت عايز افهم بالظبط يعني. اي واحدة اخر خالص يعني في الاخر خالص اصلا هو الكود اللي كان مكتوب للتست كيس. هاي الستيتمنت اللي هي اكس ايكوال اكس ماينس 1 ليه؟ لان انا عندي جوه الريبيت في تو ستيتمنتس بينهم سيبلينج بوينتر. تو ستيتمنتس موجودين في البادي اوف ريبيت until this condition is true. السيمي كولوم دي بعد كده بتفصل الريبيت عن الرايت. شايفها يا باشمهندس؟ انا عندي جوه الريبيت في تو ستيتمنتس جوه البادي اوف ريبيت بينهم سيمي كولوم until x equal 0. السيمي كولوم اللي بره دي مش بتنهي الستيتمنت ريبيت، لا دي بتفصل ما بين الريبيت وما بين الرايت زي ما فصلت بين الاف وما بين الريبيت بالسيمي كولوم دي. ممكن نقول على السيمي كولون ان هي بتفصل السيبلينجز عن بعضيها. هي اكيد طبعا لان هو نفس الستيتمنت سيكونس. اي ستيتمنت هي مجموعه من ستيتمنت سيكونس جوه بعض وبينهم سيمي كولون. فعشان تقدر تفرق هنا هي فعلا بتفصل السيبلينجز عن بعض لانه في نفس الليفل. يعني هنا ما بين الريد والاف والاف ستيتمنت حطيت سيمي كولون لان هو بتفصل الريد والاف مع بعض. بعد كده الاف ادي الكونديشن بتاعها. اذن في مجموعه من الستيتمنت جوه نفس الاف اللي هي جوه الذن اللي هي ايه الاساينمنت
والريبيت والرايت. الريبيت في جوه الريبيت نفسها في اتنين بينهم سيمي كولن. تمام يا دكتور. تمام. خد بالك انك في الامتحان هيجي لك اشكال تانية من الجرامر، بس هو ده السنتكس بتاعت التايني لانجوج هنعمل فيها كده، ده بالنسبه للبروجكت. لكن في الامتحان لازم يجي لك جرامر ما شفتوش وباشكال تانية مختلفه لشكل الجرامر نفسه، فلازم تبقى مركز قوي في كل حاجه. لو في حد عنده اي اسئله يا باشمهندسين، ده اخر حاجه في شابتر 3. هو المفروض ان انا النهارده كنت ابتدي كمان في شابتر 4، بس انا هوقف لغايه كده لان هو الامتحان هيجي في شابتر 1 2 3، يعني شابتر 3 ده كله داخل في الامتحان. فان شاء الله هتاخدوا سكشن الاسبوع ده تكمل فيها اسئله بتاعت شابتر 3، بحيث ان انت هتجي لك في الامتحان مسائل جرامر وكل حاجه في الجرامر هتجي لك في الامتحان ان شاء الله. البروجكت مش هنتكلم فيه غير على بعد ما ناخد شابتر 4 ان شاء الله، او جزء من شابتر 4 نتكلم فيه عن البروجكت وبعدين نكمل باقي الشابتر. هو شابتر 4 كبير شويه. في حد عنده اي اسئله؟ الامتحان ان شاء الله شابتر 1 2 3. عبد المجيد اتفضل. يا دكتوره بس كان في بالنسبه لل كان في في الكويز كان في سؤال انا مش عارف هو ليه كان اختار الاجابه ديت، او انا كنت فاكر اللي هي هتبقى none of the above لكن هو ما طلعش كده. انا كان في لان في ناس كتير سالوا على الكوريكت انسر فنخليته يطلع لكم الكوريكت انسر. شفتوها؟ ما هو الفكره انا بس مش فاهم هي ليه الكوركت انسر ديت، يعني طب ممكن يعني انا توريني. في تست كيس ما كانتش بتشتغل معاها. ثانيه هبعت لحضرتك هنا على الشات. طب هو لازم توريني مسألة معلش. طب ممكن تبعتها لي في الشات واشوفها معاك؟ هبعته دلوقتي. اوكي. خليها يعني ممكن لوحدها حتى دي بعيد عن المحاضرة. ابعتها في الشات واشوفها لك ان شاء الله. في حد عنده اي اسئلة في المحاضرة دلوقتي؟ في حد عنده اي اسئلة في المحاضرة؟ الامتحان ان شاء الله الاسبوع الجاي. جود لك. ذاكروا كويس وحلوا الاسئلة بايدكم من فضلكم. لان في حاجات صغيرة حتى مثلا بالنسبه للجرامر لما بتعمل ديريفيشن او الكلام ده في ناس بتغلط في حاجات بسيطه لانها مش حاله بايدها، وسهل قوي انك تشوف المساله محلوله لكن عشان تحلها بايدك هي دي اللي بيكون فيها مشكله شويه. فلو سمحتوا كل واحد يركز او يحاول يحل اسئله الشيتس بنفسه. اوكي نوقف لغايه كده. اي اسئله؟ اتفضل. نعم. امتحان ريتن صح؟ طبعا. امتحان هو ساعة ولا ساعة؟ ساعة ونص؟ ساعة. انت لي ساعة؟ لا على الأقل تلات أو أربع أسئلة لسه مش عارف. اوكي في أي أسئلة؟ جود لك في الامتحان إن شاء الله. سلام عليكم.